أهلا وسهلا بكم أصدقائي. درس اليوم هيكون عن الضمائر المتصلة، وده بناء على طلبكم إني أعمل فيديو خاص بالضمائر المتصلة، وهنتكلم عنها بالتفصيل وبأمثلة كتيرة. لكن في الفيديو ده هنتكلم فقط عن أول 3 ضمائر، بعدين نستكمل الباقي في فيديو آخر. ونبدأ كلامنا بضمائر الملكية المتصلة مع المفرد، وهم 3: ميم، تاء، شين. مان معها الضمير ميم، تو معها الضمير تاء، أو معها الضمير شين، وهنفصل فيهم دلوقت. ميم هو ضمير ملكية متصل يدل على المفرد المتكلم أنا، مثلا كلمة قلب بالفارسية بمعنى دل، دل عايز أقول قلبي، قلبي أنا، دلم، دلم، دختر ابنة أو بنت، عايز أقول بنتي أو ابنتي، دخترم، دخترم، ماشين سيارة، سيارتي، نضف لها ضمير الملكية المتصل الميم، ماشينم، ماشينم، تمام، يبقى سيارتي. خاهرم، خاهر أخت، ولما أشوف في نهايتها الميم يبقى أختي أنا. الميم دي تدل على إن هذه الكلمة تعود إلى المفرد المتكلم أنا، خاهرم أختي أنا. جولم وردتي، زهرتي. إشقام حبي. دلم قلبي، دخترم ابنتي، ماشينم سيارتي، خونم بيتي، خاهرم أختي، جولم وردتي، إشقام حبي. بعد كده التاء. التاء ضمير ملكية متصل يشير إلى المفرد المخاطب سواء مذكر أو مؤنث. دل قلنا بمعنى قلب، طيب دلم قلبي، عايز أقول لحد قلبك أنت أو قلبك أنت، نضع بعد كلمة دل تاء متصلة، دلت، دلت، قلبك أو قلبك. طيب ابنتك، دخترت، دخترت، ماشينت، ماشينت، سيارتك، همسرت، همسر بمعنى زوجة، همسرت، زوجتك، عشقت، عشق حب، عشقت حبك، كشورت، بلدك، مادرت، أمك، دخترت، ابنتك، ماشينت، سيارتك، همسرت، زوجتك، عشقت، حبك، كشورت، كشورت، بلدك، مادرت، أمك. خودم میشم پدرت، برادرت، شوهرت، همه کست. الشين. الشين ضمير ملكية متصل يدل على المفرد الغائب. دلش قلبه أو قلبها، دخترش، دخترش، دخترش ابنته أو ابنتها، عشقش، عشقش، حبه أو حبها، ماشينش، ماشينش، سيارته أو سيارتها، برادرش، برادرش، أخوه، خواهرش، خواهرش، أخته أو أختها، پدرش، پدرش، أبوه، والده، والدها، آرزوش، آرزوش، أمنيته، حالش، حالش، حاله. يعني الشين في الفارسية تقابل الضمير الهاء في العربي. لما أقول مثلا خواهر أخت، أخته خواهرش، الهاء دي تقابل الشين في الفارسية، وهكذا. طيب تدريب علشان نثبت المعلومات. كلمة جون، جون بمعنى روح، وفي العامية بتيجي أوقات كمان بمعنى عزيز. جون هي العامية من جون، لأن جون ألف بعدها نون، احنا عارفين تقلب الألف في العامية إلى واو، جون. طيب لو عايزين نقول روحي، وقفوا الفيديو وفكروا فيها وبعدين كملوا. جونام، جونام، روحك أو روحك،
جونت جونت. روحه أو روحها هتكون بالي جونش جونش. كمان مثال داست بمعنى يد، عايزين نقول يدي يدك يده. صح، داستان داستت داستش، داستان داستت داستش. دوست بمعنى صديق، دوست بمعنى صديق، عايز أقول صديقي صديقك صديقه. آفرین، دوستم دوستت دوستش، دوستم دوستت دوستش. طيب دلوقتي تعالوا نعلى بالمستوى شوية ونشوف جمل اسمية عامية بيها ضمائر الملكية المتصلة، بحيث نشوف الضمائر دي في جمل كاملة. يعني هي بتكون عبارة عن جمل عامية مختصرة لكن مهمة، لأنها تستخدم كتير جدا. زي إيه مثلا؟ زي جملة فدارامي فدارامي، هفكروا فيها، فدارامي يعني إيه؟ بمعنى هو يكون أبي، كلمة واحدة لكن جملة مختصرة. فدار أب، فدارام أبي، فدار بعدها ضمير الملكية المتصل الميم، فدارام أبي زي ما تكلمنا من شوية. والهاء اللي هي بهدارامي، الهاء دي كان أصلها أست، أو بهدارام أست أصبحت بهدارامي 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 بهدارامي. كمان مثال مادرامي مادرامي بمعنى إيه؟ بمعنى هي تكون أمي، ومادرام أست. طيب لما أقول جملة نوكارتام، الجملة دي بيستخدموها كتير في العامية. هي كان أصلها نوكارت هاستام، نوكارت هاستام. لما أقول لكم إن كلمة نوكار بمعنى خادم، يبقى نوكارتام بمعنى إيه؟ بالضبط، نوكارت هاستام، أنا أكون خادمك. نوكارتام. جملة كمان خواهرشم خواهرشم خواهرشم، بمعنى أنا أكون أخته. طب أنا عرفت منين إن هي بتقول أنا من أكون أخته هو؟ لأن خواهر بمعنى أخت، خواهرش أخته، خواهرشم الميم دي كان أصلها هستم، خواهرش هستم أنا أكون أخته. من که خواهرشم، من که خواهرشم. اذا الكلمه بتاعتنا نضع بعدها ضمير الملكيه المناسب، بعدها الرابطه، رابطه الكينونه، وفي العاميه بيختصروها. اوكي، اختصار هاستم هي الميم، يبقى خواهرشم. طبعا انا بقول بشكل بسيط، بيكون في جمل اكثر تعقيدا الى حد ما، لكن بشكل عام اللي يفهم التركيبه دي هيكون معاه مفتاح لفهم أغلب الجمل، الحوارات العامية والأفلام والكلام السريع المختصر، لأنه مهم جدا لأي حد عايز يتعلم العامية ويفهمها كويس. مثال لما أقول مثلا عزيزامي، كان أصلها عزيزام هاستي، بمعنى أنت تكونين حبيبتي أو أنت تكون حبيبي، مفيش مذكر ومؤنث. همسرشم همسرشم، أنا أكون زوجته، همسرش زوجته هستم أكون. شوهرتم همسرتم پدرتم، شوهرتم أنا أكون زوجك، همسرتم نفسها أنا أكون زوجتك، پدرتم أنا أكون والدك. أظن واضح الكلمة بعدها ضمير الملكية المتصل، بعدها الرابطة مخففة أو اختصار رابطة الكينونة، وهنا كلها هستم اختصارها ميم. طيب زانشم دوستشم مادرشم، خدوا وقتكم وفكروا فيها. زانشم زانش هستم، أنا أكون امرأته أو زوجته.
دوستشم، دوستش هستم، انا اكون صديقه او انا اكون صديقتها. مادرشم، مش هقولها، اكيد واضحه. من مادرشم. زنشم. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس اليوم. أتمنى تكونوا استفدتوا والضمائر بقت أسهل وأوضح، وإن الأمثلة كانت كتيرة وشاملة ووافية، يعني أتمنى ده. وإن شاء الله الجزء الجاي هيكون عن ضمائر الملكية المتصلة لكن الجمع. احنا أخدنا أول ثلاثة فقط المفرد، في ثلاثة كمان للجمع، واللي فهم الكلام ده هيفهم الجايين برضو بمنتهى السهولة. دلوقتي هحط لكم اختبار سريع اللي احنا اخدناه، ولو لسه مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان توصلكم باقي الدروس. شكرا للمتابعة. برادر يعني قمت قمشه، خندت خندشه. بگو کی زنگ زده به مامانم؟ کی؟ مامانت. بگو کی زنگ زده به مامانم؟ کی؟ مامانت. خوشبختی تارزومه.